Azizi Muhammad. Hey, Anis. Anis. Hey, Anis, تعال من فضلك. ماذا يا بنت؟ اسمع، أريد أن أكتب هذه البطة هنا على الطاولة. أبعدها من فضلك. يا بطتي. جيد. هل أزعجت بنت؟ ماذا تفعل؟ تقول نعم. اطمئن سأبعدها. شكرا يا أنيس. هي أنيس، أنت لم تفهم. ما زالت البطة. لا، أنا فهمت. حسنا. هذه خوذة اللعب. صح. لماذا تضعها على الطاولة؟ أريد أن أضع البطة في الصندوق، لكن الصندوق مملوء، ولذلك أخذت منه الخوذة لأضع مكانها البطة. فهم؟ أنيس، أنا لا أفهمك. اسمع، لم يبقى مكان لأكتب. ألا تراها؟ بسيطة، أم... لا تهتم بدل من طيب. قلت لك خذ البطة، فلماذا تضع الخوذة هنا على الطاولة؟ سآخذها. أنيس. نعم. ما هذا؟ هذا صحن بسكوت. صحن بسكوت. نعم. لماذا؟ أردت أن أضع البطة في الصندوق، وأخذت الخوذة لأضع البطة. نعم. والآن سأضع الخوذة في الخزانة، فأخذت صحن البسكوت لأضع مكانه الخوذة. فهم؟ نعم نعم، فهمت. مفهوم؟ نعم. نعم. أنت لا تفهم. لحظة يا بدر، قلت لك خذ البطة، ولكنك لا تخف يا بدر، سأحل. يعني لم يبقى مكان على الطاولة لأت... هذه ما هذا يا أنس؟ ما كفاية. أوه، كما تحب أنيس. طيب. اسمع، ما هذا أنيس؟ ما هذا؟ هذه خدتي يا بنت. حسنا، لماذا وضعتها هنا؟ قلت لك لم يبقى مكان على الطاولة، وأنا أريد أن أكتب. بسيطة بسيطة بدر، أنا أريد مكانا لصحن البسكوت في الخزانة. طيب. أريد مكانا للخوذة في الخزانة. الخزانة. نعم، حتى أحصل على مكان للبطة في الصندوق. الصندوق. نعم صح. نعم. هل فهمت يا بطل؟ حسنا، اسمع، أسكت. اسمعني، جننتني. خذ هذه الأشياء كلها حالا. حاضر. ما رأيك؟ عظيم، شكرا، هذا أفضل. أشكرك يا أنيس. لكن هل أنت متأكد أن البطة لا تزعجك؟ أوه لا، لا تزعجني. انظر، لا تزعجني أبدا. والآن سأبدأ الكتابة. شكرا. أوه عفوا.